القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. في اللاذقية انفجرت عبوة ناسفة مساء أمس في سيارة من نوع مرسيدس متوقفة في ساحة مخصصة لوقوف السيارات في شارع الأوقاف بمدينة اللاذقية. وفيما اقتصرت الأضرار على الماديات، تم تفكيك قنبلة في دوار الزراعة. عمل إرهابي جديد أقدمت أيدي الشر على اقترافه بتفخيخها سيارة لأحد المواطنين في حي مشروع الأوقاف بمدينة اللاذقية، لا لشيء إلا لبث الرعب في نفوس الآمنين وزعزعة الاستقرار في المدينة بعد أن انكشفت ألاعيب هذه المجموعات وباتوا عراة إلا من الحقد والإجرام. نزلنا من السيارة 5 دقائق سمعنا انفجار، طلعنا لبرا شفنا السيارة منفجرة. يا أيدي مخربين عم يخربوا هالبلد، وإن شاء الله بنخلص منه. احنا ضد كل هالأعمال اللي عم يعملوها وعم يحاولوا بشتى الوسائل بالتفجير بالتخريب، بس احنا إن شاء الله بدنا نربح. حوالي هي بالعشرة، يعني الساعة شي 10 عم نشتغل عادي طبيعي، يعني ما في أي شيء، فجأة طلع صوت انفجار، يعني شيء مو طبيعي خالص. حتى افتكرنا إنه جوا بالمحل، يعني الناس كلها خافت. طلعنا لبرا وإلا سيارة أحد الزباين يعني بيجوا لعنا، سيارة انفجرت مفخينا، حتى ما كان صار له يعني شي 10 دقائق نزلان منا. يعني الحمد لله ما حدا تأذى، ما حدا صار له شيء. كنا قاعدين هون بالمحل، وهون يعني أمر طبيعي، في قهوة جنبنا ونحن محل خياطة هون. يعني بالعادة بيضلوا هون سيارات صافة، بقى مدري مين مارق حدا بالشالح شي شغلة، عبوة ناسفة أو شي، وسمعنا صوت قوي كتير. يعني الصوت يعني أدى مثل ما هلا كنتوا عم تصوروا، السيارة انكسرت كلها والسيارات المجاورة كلها، يعني هذا عمل تخريبي اللي صار، عرفتي كيف؟ وفي حي الزراعة نجا سكان الحي من موت محقق بعد نجاح الجهات المختصة بتفكيك عبوة متفجرة، ما أحبط مخططا إجراميا جديدا الهدف منه تنفيذ أجندات خارجية. قمنا بالإسراع إلى المكان وشاهدنا الجسم الغريب، وهو عبارة عن عبوة ناسفة زنت 4 إلى 5 كيلوغرام ومجهزة بجهاز تفخيخ عن بعد وتفجير عن بعد، وهذا الجهاز يتم التأثير عليه من عن طريق مفتاح إنذار سيارة أو ميتور ركب. وقمنا بإزالة هذه العبوة وتفكيك الصواعق الكهربائية، وأصبحت الآن آمنة. الجهود المستمرة لوحدات الجيش والقوى الأمنية في ملاحقة المخربين وكشف أضاليلهم تكللت بالنجاح بعد العثور على مخبأ كبير للأسلحة والمتفجرات يدوية الصنع في أحد أوكار المجموعات الإرهابية في حي الرمل الجنوبي، مما يكشف بما لا يدع مجالا للشك النوايا الخبيثة لهؤلاء المجرمين. وبعد، أليس من حق الجميع المطالبة بوضع حد لهؤلاء المخربين؟ فسلامة الوطن وأمن المواطن فوق كل اعتبار. شاهد جديد على إجرام العصابات الإرهابية المسلحة، هذه المرة من اللاذقية. اكتشاف 7 جثث مدفونة وسط حي الرمل الجنوبي قرب الساحة القريبة من السوق الشعبي. عدد من أهالي المنطقة أرشدوا الجهات المختصة إلى مكان المقبرة بعد أن انتشرت رائحة غريبة في المكان. الطب الشرعي والمختصون الجنائيون كشفوا على الجثث وأكدوا أنها دفنت في المقبرة خلال سيطرة التنظيمات الإرهابية على المنطقة. بالنظر لعلامات التفسخ اللي طار على الجثث من تميع ومن تفسخ وانسلاخ بشرة وإلى آخره، قدرنا زمن الوفاة لا يقل بين أسبوعين إلى شهر ونص، وهذا بينفي اللي تناقلته الأخبار الفضائيات المغرضة اللي بتقول إنه تم اكتشاف مقابر جماعية ارتكاب الجيش، لأنه بهالزمن هذا اللي نحن قدرناه لا كان في عنا هون بهالمنطقة لا جيش ولا كان في أمن، وهذا دليل أكيد على المجازر اللي ارتكبوها الإرهابيين اللي كانوا موجودين بهالمنطقة هاي. إحدى الجثث ظهرت عليها علامات التمزق الشديد، كانت دليلا إضافيا واضحا على الزمن الذي تعود إليه المقبرة.
انا من شهر ونص تم ابلاغي عن طريق الطوارئ بوجود جثه تم سبب الوفاه فيها كان انفجار عبوي ناسفي كان هو عم يعدها بايده، والحقيقه تعذر علينا الدخول للمنطقه هي واجراء كشف قضايا عليها. فاليوم نتفاجئ نحن عم نبش بالمقبره الجماعيه نتفاجئ بوجود هالجثه نفسها اللي بالاسم نفسه اللي تم ابلاغنا عنه باشلاء متقطعه بتدل على الانفجار، بتدل على زمن الوفاه اللي صار، زمن الوفاه اللي خبرونا عنه تقريبا يقارب شهر ونص. وسبب الوفاه تقريبا واحد هو عباره عن طلق ناري نافذ بانحاء متفرقه من الجسم. هلا في بعض الوشوم، في بعض الجثث اخذنا منهم عينات من الشعر اللي كانوا مجهولين الهويه، ما عليهم اسماء طبعا. في اسماء كانت موجوده على القبور طبعا احنا ما انتبهنا ليها، بس نحن عاده بنحدد من عينات الدي ان اي. في بعض الجثث تم التعرف عليها من قبل مدير الاوقاف، والجثث الباقي المجهولة أخذنا عينات من الشعر الرأس. مشهد مأساوي جديد يدل بوضوح على مدى إجرام التنظيمات الإرهابية التي حاولت سرقة أمن المواطن وأمانه قبل أن تتدخل وحدات من الجيش وتعيد الاستقرار إلى المدينة. ترويع وترهيب، فوضى وتخريب، تلك كانت سياسة وحرية مخربين حاولوا سلب اللاذقية أمنها وسلامها، وكان للرمل الجنوبي حصة الأكبر منها كونه كان معقلا لهم ومادة دسمة لسم فضائياتهم. واليوم عاد له أمنه بقوة جيشه، أمن لطالما فاخر به بلد اسمه سوريا. الصبح طلعنا عناصر الأمن عم افرق سكنتوري شكلوا لنا حيط لأنه صار إطلاق نار، شكلوا لنا حيط وحطونا وراهم مشان يحمونا. قبل ما يدخل الجيش كانت الأوضاع إنه سيئة جدا، إنه مسلحين ما بالطرقات، مسبات، شتائم، يعني ما يخلوا شيء، ملسمين يعني حاملين الأسلحة وماشي. ساعدونا الجيش الله يخلينا ياهون، وطلعنا برعب من هون. ليش؟ برعب لأن هالعالم اللي عم تخرب قايمة الدنيا وقايمة. كاميرا الدنيا، وبعد انتهاء الجيش العربي السوري لمهامه في منطقة الرمل الجنوبي زارت المكان والسكان، خصوصا ممن غادره هاربا وعاد اليه شاكرا. نحن طلعنا من هون بسبب التفجيرات اللي عم بتصير والخوف اللي زرعوه فينا المخربين، يعني هربنا وطلعنا لفوق على الحواجز حتى نقطع، يعني حتى جيش حمانا ووصلنا لمنطقه نحن فيكم فيها بامان، واخذنا وصلنا للمدينه الرياضيه وعشنا احسن عيشه، الحمد لله ما اثروا علينا بشيء. اليوم الرمل بمخيمه الفلسطيني عادت له حياته الطبيعيه، خصوصا بعد محاولات قنوات الدجل الإعلامي زج الفلسطينيين بمخيمهم في آتون الأحداث والمؤامرات. السوريون والفلسطينيون عادوا إلى منازلهم آمنين سالمين، السلام والأمان الذي كان الجيش حريصا أن يعيده لهم عادوا إلى منازلهم إلى وطن آمن يدعى سوريا. لأخبار الدنيا من الرمل الجنوبي في اللاذقية، ليندا المرقبي. مجموعة من 4 مسلحين تسطو على مقهى انترنت بحي الوعر في حمص وتسلب الهواتف النقالة من المتواجدين بالمقهى، وفي حين هرب صاحب المقهى ولجأ إلى أقرب جامع تعقبه المسلحون وأطلقوا النار عليه ضمن حرم الجامع ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح، كما تعرضت سيارة لإطلاق نار في حي جب الجندلي. لا يزال هناك من يريد قتل الصفوة في مدينة حمص العادية، ولا يزال هناك من يحمل السلاح قاتلا مخربا مفسدا. نهل إبراهيم سائق تاكسي عمومي، شاءت الأقدار أن يمر في أحد الشوارع التي تقطعها تنظيمات مسلحة ويروي لنا القصة بلسانه. أنا نازل جل واحد تروح الزهرة، قلت له قال أماني مقطوبة عندي موظف بالمقصف، قلت له اطلع. أنا نازل من الشارع جل روح من جب الجندلة، والله أنا طلع معي قال اللي بدك توديني على الزهرة بعد ما مشيت قروا من جب الجندلي، قلت له مانو امن؟ قال لا امن. قلت له اتكل على الله، قال له عمر ما قلت له جدي. نحن فتنا اول ما نفوت بجب الجندلي واحد من هون ابشر لي بغماص وواحد من الجهه الثانيه غماص. لما ضربت الضوء عليهم كان شيء 25 30 واحد بكل جهه. ما وقفت بدي اموت، لما طلعت للسياره وبطيت تحت لي عم بمشي هيك باستقامه. صار رصاص من فوق يجينا قطعنا الشارع رد كمان يجينا، ضلينا من اول جب الجندلي لوصلنا لعند فردوس كله رصاص.
انا حسيت شي ضرب فيني بس وين جسمي ما بعرف. اتوصلت عند اول الزهرة اتصلهم دخلتكم يسعفونا. يريدون ان يسقطوا الامان، يريدون ان يقيموا من الشوارع محاكم لغيهم، متناسين عامدين ان امانة الاوطان اغلى من امانة الارواح، والكل على ارض الوطن واحد. الشاب حسام القيسي واحد من الشهود على حادثة ستار نت التي وقعت أمس في حي الوعر بحمص، يروي لنا تفاصيل ما شاهد وسمع أثناء هجوم نفذه أربعة مسلحين على مقهى إنترنت، سطوا وسلبوا هواتف الموجودين ومفاتيح سياراتهم وأطلقوا الرصاص على صاحب المقهى في حرمة جامع فاطمة الذي فر إليه، ما أدى إلى إصابته مع ستة آخرين بجروح. صارت الحادثة حوالي الساعة 9:15 أول تراويح، فاتوا لعنا أربعة، واحد معه روسي وواحد معه فرد، أخذوا ثلاثة خالي وطلعوا وقفوا جنب سيارته، والرابع ضلنا بالمحل أخذ الأجهزة الخلوية مفاتيح السيارات وطلع برا. حاولنا نطلع وراء قلنا إذا بتطلعوا بدنا نقوسكم. ضليت واقف جوات المحل عم تفرج عليهم شو عم يحكوا. حكوا حوالي دقيقة، بعدين حسن خالي يهرب منهم باتجاه الجامع، لحقوا واحد وكمان حلحوا واحد باتجاه الجامع، صح واحد من وراء قال له طخوا اياها، فات جوات الجامع وسمع ضربتين، بعدين هربوا هدول الباقي اللي كانوا جنب السيارة، جيت لحقت له جوات الجامع عشان اشوف شو صار معه. انا فات لجوا طلع شايلينه، بعدين طلع بسيارة أخوه وأسعفوه على مشفى البر، واستنيت أنا شوف حدي روح معه، بعدين شفت الشغيل أنا بالمحل طلعت معه بالسيارة ورحت على مشفى البر. فاتوا بس أخذوا الجوالات ومفاتيح السيارة وهددونا بالقتل إذا نطلع برات المحل. كانوا لابسين مدني وكانوا مانا ملتمين بنوب. بالنسبة للمصابين كم واحد أصيب؟ أنا اللي بعرفه حسب القنوات بعد ما صارت الحادثة عرفت إنه ستي ستين بيناتهم خالي. نوع السلاح استخدموا الروسي وفرد، بس الروسي ما يعني حسب الصوت اللي سمعته ما استخدموا ولا الروسي بس الفرد. استشهد أربعة من قوات حفظ النظام واثنين من المدنيين، وجرح 17 من عناصر حفظ النظام بنيران مسلحين في الإحراك وغباغب بدرعة وحارستا بريف دمشق، كما قتل اثنان من المسلحين. واستشهد رئيس مخفر شرطة غباغب ومدني، وجرح ثمانية آخرون بنيران مسلحين هاجموا المخفر، وأصيب أربعة من عناصر قوات حفظ النظام برصاص مسلحين وقنابل ألقيت عليهم من منزل مهجور في إنخل بريف درعا. وفي حارستا استشهد عنصران من قوات حفظ النظام، وأصيب أربعة آخرون برصاص مسلحين جابوا الشوارع وأطلقوا النار عشوائيا في المدينة. اليوم عرسه بلا عروس يا حبيبي، إله العرس هلا هو عريس الوطن. زغردي بفرحة يا أمي، بالعلم لفوني، واللي كرمالهم ضحيت عكتافهم حملوني. زغردي بفرحة يا أمي، بالعلم لفوني، واللي كرمالهم ضحيت عكتافهم حملوني. القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائماً.